بدأت ماساة السوريين الهاربين من آلة الحرب في سوريا تتفاقم مع تدفق الآلاف منهم إلى بلدان اللجوء لا سيما الأوروبية منها. فالقارة العجوز برهنت عجزها عن مساعدة اللاجئين في ظل غياب إجماع أوروبي بشأن تحديد الطرف المسؤول عن مأساتهم وعدم قدرتها على التعامل مع الأزمة التي بلغت ذروتها ولم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية. وفي وقت أعلنت الشرطة الألمانية أن عدد المهاجرين اللاجئين الذين وصلوا إلى ميونخ جنوبي البلاد أمس قادمين من هنغاريا تجاوز 9000 شخص، توقعت السلطات في النمسا وصول 10000 لاجئ إلى أراضيها من هنغاريا أغلبهم سوريون. وقالت الشرطة الهنغارية إن 123 حافلة وصلت إلى الحدود مع النمسا وإنه لن يجري توفير مزيد من الحافلات لنقل المهاجرين إلى الحدود النمساوية. وفي هنغاريا التحف المهاجرون العراء وافترشوا الطرقات بعدما عجزت الدولة المضيفة عن تأمين مأوى لهم، فيما توجه المئات من المهاجرين العالقين في العاصمة الهنغارية بودابست سيرا على الأقدام باتجاه الحدود النمساوية التي تبعد 175 كيلومترا مطالبين بتأمين باصات لنقلهم إلى فيينا. No bus, no train. هلا تعبنا. We are الشرطة ما مدخلها لا نمشي ولا نروح ما مدخلها، بدنا نمشي شوي بطرقة من هنيك مشينا 7 كيلو في عيلة مشيت 7 ساعات هاد رجعتها لهون، ما مخلينا نمشي بنوب أبدا هون، مش الزلمة 7 ساعات وما خلي ورجعوا لهون. هون ما في معامل مساكونا، شفنا شوفير تاكسي ياخذنا طلب على النفر 300 يورو على البيبي 200 يورو، هذا حرام نحن وبدي يبصمونا بالقوة. وفي فيينا استقبلت حشود من المتطوعين اللاجئين الذين بدت علامات الإرهاق والتعب على معظمهم وقدموا لهم وجبات الغذاء والماء وتذاكر للقطار، كما وجهزت أماكن لإيواء 100 لاجئ لم يتمكنوا من السفر بالقطار ليلا لقضاء ليلتهم. وتنتظر السلطات الألمانية وصول دفعات جديدة من اللاجئين عبر محطات القطار، وقد تجمع مئات المتطوعين الألمان لمساعدة اللاجئين. وفي مأساة أخرى بعد مأساة الطفل إيلان الذي قضى غرقا مع والدته وشقيقه وعثر على جثثهم عند شاطئ بودروم التركي، عثر خفر سواحل اليوناني أمس على طفل حديث الولادة ميتا بعدما وصل مع أبويه المهاجرين في قارب إلى شواطئ جزيرة يونانية قادمين من تركيا.